احنا بقى هنروح لاستاذ وليد، انا مستمتع برضه. هنسالك فعلا احنا حاطين خطه ولا لا، احنا جاهزين اصلا لما يجي لنا سياحه ولا لا، واحنا بنستهدف مين. بس واحده واحده. الاول، هو احنا بعد كل فتره الركود الطبيعي ان احنا عندنا اوضاع ضاغطه اكبر من بس وزاره السياحه، احنا يعني بالتاكيد مش بنسال بس وزاره السياحه، لكن هو في خطط حقيقيه اتعملت لعوده السياحه، لكن احنا كمتابعين لسه ما عرفناهاش، انه هل في الفتره اللي جايه في حاجه جديده هتحصل غير الطرق التقليديه للترويج السياحي؟ طيب اقول لحضرتك على حاجه. اولا اللي احنا وصلنا له في 2017 ده كان نتيجة شغل، في شغل اتعمل. وخليني استخدم مثال بسيط جدا، من كام شهر لما كان امريكا فيها الاعصار اللي كان بيحصل، واضح ان كان في حد قاعد في غرفة الازمات، عشان بس الناس ما تعرفش ان عندنا غرفة ازمات، كان بيتحرك وراح حاطط الفلوس في المكان الصح. هو النهارده بس المشكلة ان كل واحد عاوز الدولة او الوزير او المسؤول يتحرك طبقا لافكاره هو وارائه هو، وهو نايم على الكنبه او بيتفرج على التلفزيون. معلش انت حضرتك الواحد انت يعني انا هستنى لما حضرتك تكمل الجمله دي، لانه بصراحه بعض افكار الناس العاديه بتبقى جميله ومتقدمه ومحترمه جدا على راسي من فوق. بس حضرتك ايه، الواحد بيقعد في بيتفرج على ماتش، شوت، العب، اعمل باصي كده، طب غرفه الازمات، انزل الملعب، انزل الملعب واشتغل، ورينا هتعمل زي اللي انت بتقوله للعيب ده. فانا بقول لحضرتك ايه اللي وصلنا له في 2017 ده كان نتيجة انه في خطة اتعملت وفي شغل اتعمل، بس بمنتهى الهدوء، وما بقاش الـ 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 الدولار او العملة الصعبة بقت عزيزة، فما بقتش تتصرف. فانا بقول لحضرتك ايه، ايميديتلي لما حصل الاعصار، انت لو كان حد متابع للدنيا كلها كانت متابعة، حصل ايه بقى؟ وكالة انباء سي ان ان، اقدر اقول يعني كانوا متابعين سي ان ان، بقى بتتحط في البرايم تايم بتاعه سي ان ان، وانتوا ناس الاعلام فاهمين يعني ايه اللحظه اللي هي، بقى يجي مصر 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 في اوقات معينه بقت بتيجي، ودي كانت ناجحه نجاح وشهدت ليها الناس. في شركه الدعايه اللي الوزاره متعاقده معاها وهيئه التنشيط برضو بتشتغل على الاسواق، في اسواق اوريدي هو منع عني السياحه، والدكتور عارف الكلام ده كويس قوي، في ناس منع عننا السياحه لاسباب بقى سياسيه خالص بحته، بعيد عننا احنا، بعيد عن القطاع وعن العاملين وعن المجهودات اللي معموله. انما النهارده عشان كل واحد يعني انا دايما بحب اقول ايه، انت حضرتك لو رحتي قعدتي، اسف في الكلمه وفي التشبيه، لو قعدتي على قهوه في منطقه الحرفيين وسالت واحد ازاي نعمل صاروخ يطلع الفضاء، هيقول لك ده عم عادل جنبنا هنا يعملوا لك مش عارف ايه وتعمل ايه. ناس كل واحد بيقول، كل واحد بيتكلم، كل واحد لا اقول لك انزل، اقول لك انزل السبتيه احسن، يعني الصواريخ، ممكن الصواريخ متوفره. اصل السياحه مش صاروخ يا جماعه، السياحه معطيات، واكيد حضرتك عارف وهنتناقش في ده كتير، السياحه معطيات، واحنا بس كمصريين دايما عندنا هذه الغيره لان احنا شايفين مصر حلوه قوي. طب اديني فرصه بقى اقول لحضرتك على حاجه، ما هندي حضرتك انا مرة. كنت في اوروبا، اوكي، تفتحي اي اوتيل، يعني لفيت اوروبا كامله السنه دي واللي قبلها في الصيف، افتحي في اي اوتيل القناه اللي بتتكلم عننا، ها هي القناه اللي بتتكلم عننا كلام اسود، ده يخليك انت المصريه اللي لسه جايه من مصر من 3 ايام تخافي. انا بعد التقرير اللي جاي لازم اخلي حضرتك نشارك وكمان بشويه اراء، يعني ده كامبين، يعني انا بقيت حتى اتفرج اقول ايه، مش ممكن اللي انتوا عاملينه ده، ليه هذه الكراهيه؟ واحد بيأذيك 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 بيأذيك، وزن على الودان اماره من السحر. اتعمل حاجات بعد كده زي ما الدكتور قال، انه كان في 2000، خدي بال حضرتك في 2017 في عدد من في ناس تقول لك ايه، وانت جبت ميسي ليه؟ ما انت ما بتحبش ميسي مثلا، او بتشجع مش عارف ريال مدريد، الناس ماشيه باهوائها. لا، ده راجل ليه فولورز بيشوفوا. طب تيجي